السلام عليكم. وصفة اليوم هي سلطة الفواكه. إذا ابقوا معي باش نشارك معكم الطريقة والمقادير. في الأول غتجيب واحد الصحن ولا واحد الطبسيل مع واحد الحكاكة، وغتحكوا فيها جوج ديال البيتخاف ولا الشمندر. بالنسبة للمقادير، عندي البيتخاف أو الشمندر، عندي البنان، التفاح، الكيوي، عندي الشلاضة، عندي الياغورت الطبيعي. وهنايا تقدروا تضيفوا ولا تنقصوا ولا ديروا الفواكه اللي بغيتوا نتوما، ماشي مشكل. وحين تسالي وغتخليوه على جنب، وغتجيبوا واحد الصحن كبير غادي تحكوا فيها واحد التفاحة وجوج البنانات وجوج الكيوي، وغتطقطقوا عليهم شوية ديال الشلاضة، وفي الاخير غادي نضيفوا عليهم واحد الياغورت. انا عندي هنا ياغورت طبيعي منزلي الصنع، وانتم تقدروا ديروا الياغورت اللي بغيتوا، ماشي مشكل. اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا هذا الشريط وعجبكم المحتوى ديال هذه القناة، عليكم الا تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا. الى لاحظتوا مزيان هو انني هذه الشرادة هذه ما درت فيها حتى شي معلقه ديال السكر، وما غاديش ندير فيها، كنفضل انها تبقى هكا طبيعيه. وانتم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد مسؤول على الصحه ديالو، وكتبقى شرادة صحيه 100%. وهنايا كنجيب بعض الاوراق ديال الشلاضه كنغسلهم وكنطقطقهم مزيان. كنضيف الشلاضة على الفواكه اللي حكيت، وكنضيف عليهم الياغورت الطبيعي، وهذا الياغورت كما سبق ليا وقلت لكم بانه منزلي الصنع. المرة المقبلة ان شاء الله نحط لكم الوصفة في القناة. وهنا كنهز البيتخاف ولا الشمندر وكنعصر عليها الليمون باش كتحلى وكتجي بنينه وما كتبقاش مجهده في المذاق. وهنايا كنجيو وكنعدلوا الطبق ديالنا، وفي هذه اللحظة هذه كيبقى لكم الاختيار، كل واحد والإبداعات ديالو.
وهي الشلاضة ديالنا وجات، وكنتمنى الاعجاب ديالكم، ودابا عندكم الوصفة وما عليكم الا تجربوها، هي طيبة وبالصحة والراحة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى وصفة مقبلة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.